كيف جاك انت الديربي؟ وصراحة ديربي كان بالنسبة لي يعني جيد، جيد من جوج النواحي، سواء يعني داخل رقعة الملعب باعتبار أنه المستوى كان جد ممتاز، يمكن المباراة يعني الثانية غتكون يمكن أقوى باعتبار أنها ستكون حاسمة. والشيء الجميل كان هو في المدرجات كما تفضلت يعني في المقدمة، كان صراحة كانت مباراة أخرى، مباراة أخرى تنافس فيها يعني الجمهور الرجاء وجمهور الوداد، وتنظن أنه الكل خرج فائز من هذه المباراة، والجمهور العربي فاز يعني بواحد المتابعة اللي هي شيقة، وسوقنا هذا الديربي لهذا أحسن صورة بالنسبة يعني الكرة المغربية. كنتمنى أنه حتى في مقابلة العودة ولو أنه ضروري يكون الحسم في تأهل أحد الفريقين، ولكن أنا اللي كنتمنى هو أنه تنتهي بروح عادية كبيرة ونقدم مستوى داخل رقعة الملعب في المدرجات وبعد المقابلة.